بقول لحضراتكم تبقى ناس لطيفه، واحنا يعني يعني مفيش يعني نقدر نتكلم، بالعكس كل واحد يجد في نفسه الشروط تتوافر، يتفضل يعني يجمع التوكيلات و 25,000 يروح للهيئه الوطنيه للانتخابات. حاولنا بس نوري حضراتكم هذا الكلام. دايما اقول لكم على رويترز، احذروا رويترز والبي بي سي، لا تقل رويترز والبي بي سي خطوره وجريمه وعدم مصداقيه وعدم مهنيه عن قنوات جماعه الاخوان الارهابيه، ويمكن رويترز اخطر منهم في العمل ضد الدوله المصريه، بي بي سي ورويترز وكالة بتاعت بريطانيا والشبكة بتاعت بريطانيا. رويترز النهاردة فابريكة خبر، وأنا بقول فابريكة خبر شائعة أي كلام ضد مصر. خبر لف الدنيا، وأنا بقول لكم لف العالم. قالت إنه أمريكا قررت حظر شحن البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة ما عدا حقائب الركاب. يعني أي شحن عند حضرتك روح أمريكا، أمريكا قررت حظره منعه. ليه؟ شوفوا الخبص والجريمة. وأنا أرجو من الأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الآن إنه يخاطب رويترز، جابوا الكلام الفارغ ده منين؟ لأن هو كلام فارغ، واتضح إنه الكلام ده من 2015 مش من النهاردة. يعني الكلام ده من 2015 مش في 2018، يعني انت بتعمل الكلام ده قاصد، يعني انت ليك هدف من ورا هذا الكلام اللي انت بتنشره النهارده، مش جديد، ده من 2015. طب انت بتقوله النهارده اكنه خبر حصل النهارده انه امريكا قررت عشان الاجراءات الامن في مطار القاهره. ده انت بتضرب بقى، ده انت شفت البلد ده ماشيه ازاي. وشوف، ما احنا بقول لكم الموضوع مخلص، الموضوع مخلص. هما بيصوتوا ليه البريطانيين ومتضايقين ليه؟ عشان البريطانيين وامريكان وغيرهم على فكره، وكل الخطه الكبيره اللي بتحصل ديت، انت بتشيت وماشي بسم الله ما شاء الله وبتعمل كل هذه المشروعات في هذا التوقيت اللي بيحصرك فيه ومش نافع يوقفك. لازم اضرب دلوقتي عشان موسم السياحه اللي شغال، الحمد لله الحمد لله ربنا يسترها. فالخبر زي ده يلف الدنيا، الحق امريكا عشان اجراءات امن في مطار القاهره. طب احنا مش رايحين. طلع المتحدث استاذ باسم عبد الكريم مستشار الاعلام لوزاره الطيران وقال ان نشرت رويترز بخصوص حظر الولايات المتحده نقل جميع الشحنات من مطار القاهره الى امريكا هي معلومات قديمه قديمه وغير دقيقه، يبقى رويترز كذابه ومراسلهم في مصر ومدير مكتبهم كذاب. أنا بقول تاني كذاب، وليه هدف سيء من نشر هذا الخبر الكاذب، وإنه الحظر على شحن البضائع لأمريكا قائم منذ شهر ديسمبر عام 2015 عدا بعض الأنواع ذات الطبيعة الخاصة، وأضاف أن الحظر شمل 5 مطارات بدول مختلفة من بينها مصر. أكد عبد الكريم في بيان لي أن هناك تعاون إيجابي مع السلطات الأمريكية وفي تطور مستمر، وأضاف أن مصر الآن بصدد الاشتراك في برنامج المعلومات المقدمة عن الشحنات تمهيدا لرفع الحظر نهائيا. وتأسف وزارة الطيران المدني لقيام بعض المراسلين بإرسال معلومات قديمة وغير دقيقة لوكالتهم للإضرار بسمعة الأمن في مطار القاهرة. لا، أنا بقول لا، والسيد شريف فتحي وزير الطيران يقاضي وكالة رويترز، وانا بقول على الهوى يقاضي وكالة رويترز لانه مش اول مره تعملها. وهيئه الاستعلامات استاذ ضياء رشوان من فضلك تحرك وحاولوا توصلوا لنا الاستاذ ضياء رشوان يرد لنا على هذا الامر، تحرك لو سمحت لمقاضاه رويترز، وانها دلوقتي تعمل اعتذار يلف العالم زي ما الخبر الكاذب لف العالم، وتعتذر وتقول ان احنا مش مهنيين وان احنا كذابين وان الخبر ده متفبرك والخبر ده هدفه ان احنا لنا هدف من هذا الخبر اللي بيسيء للامن المصري ويسيء لمصر وليه غرض. لو في مكان تاني
كانوا غير مرغوب فيهم بره، ودول بتعمل كده. انا ما بقولش نعمل كده، ولكن اقول ان احنا نقاضي هذه الوكالة.